تواصلتي معنا باش تخرجي بتوضيح. مرحبا. الاسم الكريم ديالك؟ يوناني فاتحة. مرحبا لاله فاتحة. انت بلاشكي زوجة ذاك البوليسي اللي كان عندكم مشكل مع شي السيده اللي كرينا ليها؟ واخ. شنو المشكل كيفاش وقع؟ المشكل كيفاش وقع؟ انا جيت نوضح الراي العام ان كيفاش كرينا ليها وكيفاش قالت لينا الكلام ديالها وصدقناها. جات عندنا النوبه الاولى بجوج سماصريه باش اللي تيكريو جات عند جابوها لينا وقالت لينا بانها راهي زوجة الشرطي بين تخدم بين برشيد وقطر. كون راجلي في الشرطه تاق بها، ما خدينا من عندها حتى وثيقه حتى لاكارت حتى شي حاجه. كرينا ليها نهار 19 في ابريل، جات خدات السوارت وعطاتنا الفلوس. ها هو النهار اللي دخلت فيه، ها نهار 18 عيطات ليا: السلام عليكم اختي فاتحه، انا معاك السيده اللي استاجرت منكم الدار. قالت لي بان بغات تدخل الويفي. ها هي نهار 18 ابريل، نهار 19 جات خدات سويرتات، دونك راه مده ديال جايه طالعه في 4 شهور. قالت لي انا راجلي شرطي وبوليسي وهادي، كون هي نفس الخدمه مع الزوج ديالي، ما خدينا من عندها لا لاكارت ما درنا معها حتى شي حاجه. دخلات سكنات، دازت واحد السيمانه قالت لنا بغيت الزوج ديالي كيدير لي شهاده السكنه. لاش؟ قالت لك بغيتها على ود باش ندير لاكارت. راجلي بغى يدير لها لاكارت، مشى سول وكلشي، قالوا لي السيده يلاه كرات من عندك دابا سيمانه ودير لها لاكارت. قانونيا اللي تيكريو تدوز واحد مده 3 شهور عاده يديروا لاكارت. ملي قلناها لها قلنا لها الناس قالوا لي في القانون ان تدوز واحد 3 شهور مع ان لاكارت ديالتها باقا ما وافياش ليها. قلت لها علاش بغيتها؟ قالت لك انا بغيتها على ود العنوان باش نديرو في الشركه، باغا ضروري العنوان للشركه ديال في الرباط دارتها. ملي قلنا لها لا صافي السيده، قالت لك بقات واحد المده هكاك. ملي قرب الوقت تاع الايجار نهار 19 عيطنا لها قلنا لها عافاك باش تعطينا الفلوس. قالت لك لا تديروا معايا عقد الايجار او يعطيني راجلك الكونت بونكي. قلنا لها لا، هي كونك النوبه الاولى قالت لنا راه الشقه اللي انا ساكنه فيها راها غتباع وضروري خاصني نخرج في اقرب وقت للسيد باش الشقه يبيعها. قالت لك انا غنسكن عندكم ماشي 4 شهور هكاك ولا 5 شهور، حيت حنايا انا الدار كاريه على قبل وليداتي تيقراو في البريفي باش نخلصها، وعندنا الكريدي ديالها باقي الان تقاطع مول الدار، ساكنه غير مع عدوسي عطيانا بيت وبيت الوليدات، وهذيك الدار الشقه اللي عندنا كيرينا على ود باش الوليدات نقريهم. المهم ما علينا، هي هذيك بدات تقول لك ضروري خاص مول الملك هو اللي يدير معايا ايجار. قلت لها لا نديرو معاك انا يا مرا. قالت لك لا. قلت لها نعطيك الكونت بونكار ديالي انا. قالت لك لا باغا مول الدار. واخا هنا عندك شي وكاله؟ عندي وكاله. عندك وكاله؟ ايوا صح، دير لي مول الدار وكاله. هي هذيك ملي قلنا لها لا، نهار بقات طول نهار 25 عيطات لنا في الاوديو، وانا عندي الاوديوات ديالها، عندي كلشي عندي بالدليل. نهار اش دخلات ونهار اش استاجرات البيت ونهار اش دخلت الويفي، كلشي عندي انا بالدليل، ماشي تلحق وتنقول. نهار 25 صيفطات لي اوديو قالت لي شوفي، اما يدير معايا راجلك كونت بونكير يعطيه ليا، واللي يدير معايا يستاجر يدير معايا العقد تاع الايجار. هي هذه قلت لها لا. جات طفلتي كانت باركه معنا هنايا تغدينا جميع. ملي تغدينا جميع قلت لها لا كان ممكن تمشي معايا باش تعاوني معنا على هاد السيده، يلا كرينا ليها شو هاد المشكل اللي وقعنا فيه. باغا دير شركه ولا دارت شركه راه غيولي يجونا حنايا الكوميرس، غتولي تجينا الضرائب، وعندها اشهار ديرها في اليوتيوب ديال الماكله. هي هذيك طلعت معايا طفلتي بالطوموبيل، دقينا عليها قالت لي شكون هذه اللي معاك. قلت لها راه طفلتي هذه دخلاتنا، ما نكذبش انا نقول صراحه، دخلاتنا
قلت لها جينا باش نديرو معاك شي حل. هانتي اختي قلت لها ام قلتي لينا راجلي بوليسي في البوليس، هانتي يدير راجلي مع راجلك وكاله ديال البيز. قالت لك لا. قلت لها نديرها معاك انا، قالت لي لا. قلت لها ندير نعطيك الكونت بونكير، درت معاه جميع الوسائل باش زعما تتعامل معايا ولا شي حاجه، رفضات. هي طالبه مول الملك هو اللي يدير معاها، هو اللي يدير معاها العقد تاع ايجار. هي هذيك بقينا انا وياها، وقع نزاع، ماشي وقع نزاع بحال هكا، كلمه هذه هذه، كلمه الفوق كلمه تحت بحال هكا، تميت خارجه بحال هكا. بغيت شاده التليفون، بغيت نعيط للمور الدار باش نقول ليها حتى ما عطاتنيش الفلوس ديال. وتعاودي لي شنو وقع بعد؟ اشنو؟ لا قلت ليها السيده ما عطاتنيش الفلوس ديال الشهر. تيرات نعاود لي بحال هكا، ما عقلتش عليها كيفاش شداتني وجراتني من شعري وغادوك باغا تدخلني عندها للدار، وهي اللي شاداني من شعري، وهي اللي تتقول واك واك عباد الله عتقول روح. وطفلتي مريضه فاتحه ظهرها، ما قداش توصل ليا. ولادها تا هما كذلك، ومثال تا هما تيضربوني وهبطاتني لتحت، مع انايا مريضه متبعه عند طبيب الراس وعند طبيب القلب. بركاتني ما بقيتش قاده نو باش نوض ندافع تاع على نفسي، ما قديتش. هي هذيك جا عيطات طفلتي على طفلتي بعد فاتحه ظهر اللي قالت لك طفلتي راها شداتها ونتفاتها، وهذه طفلتي ديرها عمليه على السلسول ما تقدرش 2 كيلو ما تقدرش تهزهم. انا شداتني طاحوا لي النظاظر تاع الشوف ديالي من درام هامه تاع الطبيب، شوف حيت عندي انا شوف ناقص، طاحوا لي سميتو النظاظر بانني راه تبعت عند طبيب تاع النظاظر ها هما تاع الشوف. جراتني من عمقي تمشات ليا السنسله، ما عقلتش عليها، تمشيت للدار مشى ليا البسطام تا هو ما عقلتش عليه، طحت سخفت ما لانني تنشرب الدواء. ها انا متبعه عند طبيب ديال العينين، عندي جلاله في عيني هي بجوج ها هما، متبعه الدكتوره الحميدي ها هي، ومتبعه كذلك ومثال عند طبيب تاع الاعصاب والراس. واش انا اللي متبعه عند هذا الطبيب ها هو الطبيب تاع الراس وتنشرب هذا الدواء، واش انايا نقدر نتف هاد السيده وغنهبط نديرها؟ انا ما عرفتش كيفاش شداتني وهبطاتني، تجاو فكوني وهي طول مني وكبر مني، وما عقلتش على ولادها حتى هما تيضربوا، ما عقلتش على راسي. الناس جيران اللي جاو فكوا، ولا كانوا يشهدوا بشهاده لله، راه جيران شاهدين بانهم يفكوا، ولكن هاد الوقت ما بقاش الانسان تيقول الشهاده، شهاده لله ما بقاش يقولها، كونه راجلي في البوليس ما عرفت ما فهمتش انايا. المهم ما علينا، طفلتي عيطات لراجلي قالت لي راه مرتك وقع لها وقع لها، عيط للبوليس، جاو البوليس، راه الكاميرا انا تنطالب بالكاميرا تاع البوليس، لان البوليس غادي يشوفوا شكون اللي جا لقاها واقفه. مشات دخلات انا سخفانه، فين هذه في الدار عندكم ولا في دخلات لدارها لبسات العبايه. البوليس جا عندكم حتى للدار؟ البوليس جا للدار، جا البوليس وجات لومبيلونس، من بعد جات لومبيلونس، جا البوليس هو الاول، ودخلت للدار ولبست العبايه ديالتها ودارت الشال ديالها ووقفات. انا اللي كنت طايحه، هذاك الشيء اللي كانت تقول بان راه هي اللي تنسفات وهي اللي داروا عليها، بالعكس انا اللي وقع لي انا داك الشيء. هي هذيك جا البوليس، انا تنطالب بالكاميرا تاع البوليس غادي يشوفوا واش هي اللي كانت واقفه صحيحه سلام وانا اللي كنت طايحه، ولا هي اللي كانت طايحه وانا اللي كنت واقفه صحه سلام. مع انني هاي هذه الطبيه انا ما غنديرهاش بحال هي نديرها نبدا نتفادى بانني راني حيت جاتني من اللور طرطق ليا بحال شي هذا. خرج ليا الطبيب هادي ها هي دايرها، والوات ليا صبعي يلاه حيت ليا تجبيرها وباقي ما تتناش ليا هو باقي خضر، وعاد كدامت هنايا في الزروقيه ملي طحت وبقات تمرمد فيا مزيان. المهم ما علينا، جا البوليس لقاها واقفه، انا تنطالب بالكاميرا تاع البوليس بانها جا لقاها واقفه. دخلوها البوليس للطوموبيل وانا بقيت جات لومبيلونس. ملي جات لومبيلونس طلعوني انا ما عارفاش، حتى قالوا لي راه حتى هي جات ركبات معاك عاديه والبوليس معانا، ركبات عاديه بركات تعاودوا لي. انا مشيت للسبيطار داروا لي الاكسجين، ها هما الورق بانني كنت ناعسه، داروا لي الاكسجين هما هادو، ها هما ديري لي الاكسجين.
طايحه سخفانه في لوبيتال هي هذيك. ها هو الفيديو تا هو عندي مباشر. ها الفيديو ها الفيديو مباشر لانني انا اللي طايحه في لوبيتال، ماشي هي اللي طايحه وسخفانه وتشكات على رجلي بانه جا وتعامل مع الطبيبه بمعامله ماشي هي. ما يمكنش لان الشرطه كاينه في 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 السبيطار، ما يمكنش ان رجلي يدير شي حاجه ماشي قانونيه مع انه هو القانون. دونك هي هذيك داروا لي الاكسجين، دقوا لي واحد الدبره باش كالميت الجنين هي العصابي. هي هذيك كاينه الطبيبه وكاينه ستاجير. الطبيبه قالت لي ما يمكنش ليا، انا ما عنديش الحق باش نعطيك سيرتيفيكا دابا، ما عنديش الحق. شوف شكون اللي كان مغمي عليه، واش انا ولا هي؟ هي هذيك الطبيبه قالت لي انا ما عنديش الكود باش نعطيك السيرتيفيكا، ما عطاتهاش ليا. وكاينه ستاجيره من دازت واحد ساعتين مشينا هزوني داوني الكوميساريه اللي فيها البيرمانونس. هي هذيك تلقى السيده دايره لاويه فاصمه على يديها وداخله جايبه سيرتيفيكا فيها 21 يوم. كيفاش شخداتها هي ما عرفتش، انا ما عرفتش لحد الان كيفاش شخداتها. المهم علينا دارت بانها لاويه يديها هذه، قالت راه تهجموا عليا وهذه وهذه. المهم هي هذيك دليت بالاقوال ديالي وكل شيء. الغد لي ثاني وقع لي نفس المشكل، سخفت وطحت حيت عندي الدواء تنشربو ديال الاعصاب وديال القلب وهذا. مشيت انا لوبيطال، هي ثاني داروا لي الاكسجين ودقوا لي البره ديال انهيار عصبي جاني. ثاني الطبيبه كانت ما دوا معاها راجلي ما قالاتك ما قالت لي انت خويا راه الكود ما عنديش الحق باش نعطيك سيرتيفيكا، تيجي مول سيرتيفيكا اللي عنده الحق باش يدلي بها. الغد لي عاد جا سي ميلود اللي عنده تخصص في السيرتيفيكات، عاد عطاني شاف الحاله ديالتي. طلعت ثاني السبيطار شاف الحاله ديالتي، كنت غنعس غير انا ما كان وليداتي صغار والمدرسه والامتحانات، بنتي عندها امتحان تاع الكاطريام. مهم نعس، عاد عطاني السيرتيفيكا فيها 28 يوم هي هذيك دليت بها. وهاد السيده تدعي بانها هي اللي ادعت بانها راه قالت لي راجلي في الشرطه، وهو تصاب راجلها ماشي في الشرطه، تصاب غير في ممرض في السبيطار في برشيد، وما كناش عارفين بانها مطلقه. تخرجت في الفيديو عاد عرفت بانها راه مطلقه، وما كنتش عارفه ثاني بانها راها بزاف تاع الحوايج تخرجت بالفيديو. داك الفيديو ما عرفتش انا داك الفيديو اللي خرجت به تدلي به العكس، العكس ديال الحقائق كامله. ما فهمتيش ان هذيك السيده واش الله ما كاينش، واش ما تتخافش الله، واش ما انا ما عرفتش وخو راجلها دار واحد فيديو، دار واحد فيديو انها راه دار خو راجل واحد فيديو ان هذيك السيده ديما تدعي الظلم وتدعي الكذب وتدعي اي حاجه والباطل تدعيه على الناس. هذا مكان وهذه هي الحقيقه. الفيديو هو هذا؟ لا هذا هو الفيديو ديال لوسه. هذا هو اللي كيهضر هنايا. هو لوسه، هذا هو اللي تيدوي، ها هو تيدوي. وقالت بان راجلها راه ما تيعطيهاش فلوس ماشي شرطي، ممرض. راجلها ممرض ماشي شرطي. جيت باش نرد على بعض الاكاذيب ديال هذيك السيده ديال الصاد، واخا ما خصنيش نقول السيده ما تستاهلهاش، اللي قالت باللي هي يتيمه والوالدين ديالها باقيين على جوج، اللي ماتوا فيها اللي مرضيه. وكتقول باللي شدات 30000 في العيد، وهي شدات 2500 درهم ديال النفقه، زائد 2400 درهم سوتيها في الاعياد، مع العلم ان الزوج الميسور اللي جالس كيشد 5500 درهم، يعني الصالير ديالو طالع هاد الشهر كامل. اشنو بغات مازال الله اعلم. وبالنسبه لهادشي اللي قالت في الفيديو 100% انا كنقول كذوب، لانها موالفه بهذا الشيء وخطيره جدا في التمثيل. هادشي اللي نقدر نقول لك. اذا ما نطولوش. هي السيده، هي السيده اللي كذب، اللي قتلات والديها هما حيين، تقدر دير اي حاجه مع والديها باقيين حيين.
السيده اللي ماتت اللي كانت مربياه هي اللي مات، اما والدها الحقيقيين باقيين حيين. هاما التصاور ديالي تاع صبعي، هاما هاما تاع الراس، الراس ها هي تاع الظهر. ها هو باش عطاوني ندير سكانير، ها هو باش عطاوني سكانير، لان كون ما كنتش انايا مريضه ما غتعطينيش طبيبه ندير سكانير على الراس. ها هو ها هي الغد لي فاش مشيت، وها هي تتقول لي هنايا عافاك بغيت غدا ولا بعد غدا نتلاقى مع الزوج ديالك في المقاطعه باش ندير عقد ايجار، محتاجه في اقرب وقت لاغراض اداريه. علاش انايا مستاجره لها البيت ماشي بالاغراض اداريه باش دير بما نرجع اجرها لها البيت على قبل باش تسكن فيه، هي باغا دير شركه على ظهرنا حنايا. ملي حنايا وقفنا لها في هذا الشيء راه كذبات علينا في هذه الاقوال كامله اللي قالتها، ودابا ولات تطلب منا التعويض. واش عمرك شي سيده 3 شهور دابا ما خلصاتناش، ودابا 3 شهور باقا ما خلصاتناش، وساكنه في الدار فيها 107 ثلاثه البيوتة وصالون والمرح ولا كور حتى هو مبني لحد الان باقا ما خلصتناش، وتدعي دابا ولات تقول الناس عطوني الفلوس باش نخرج ليه. ورا الله ما تيبغيش بحال هكا وما تيبغيش الظلم، ونتمنى من كلمتك الاخيره، نتمنى من القانون ياخذ مجراه. وهادشي اللي انا جيت باش نقول هادشي باش نكذب كاع الاكاذيب اللي قالتها هي، ولات تقول لك عطيني 4 مليون عاد نخرج لك من الدار. هادشي اللي عندك واش تقول؟ اذا شكرا لك على هذا التصريح. كذلك دائما عبر جريده اصوات نحييكم جميعا المتابعين الكرام، كما هو حق الرد مكفول لجميع. وكذلك احيانا احنا دائما نرى اشاره كل المواطنين وكل المواطنات. اكيد غادي ناخذ فيديو اخر، غادي يكون صور اخرى مع السيده الاخرى اللي قلتي. نسيت ودارت واحد الفيديو للزوج ديالي، قالت لي مراتي هددني اوديو بان مراتي هددها، وملي تسمع هذاك الاوديو في الاداره ديالته، الاداره في اداره الامن، صاب بانها ما كاين لا تهديد لا حتى شي حاجه. صنطوا لي هذاك الاوديو بان راجلي ما هددها ما حتى شي حاجه، قال لها غير خلصيني ولا خرجي لي من داري، وعطاه البراءه ديالها بان راه ما لا اله الا الله وصحبي. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.